لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. مع النبي نص أن بيوتهن خير لهم، نهانا أن ننهاهم عن ذهاب المسجد إلا لها رغبة. فجعل الأمر مرتبا لرغبة المرأة، عايزة تروح المسجد لا تمنع، عايزة تصلي في البيت أجرها أولى وأعلى، يبقى أجرها في البيت أعلى من أجر في المسجد. خلاف الرجل، الرجل يخلى 27 ضعف أجره في البيت، المرأة العكس، أجرها في بيتها أعلى من أجرها في المسجد، مش المسجد العادي، ده مسجد رسول الله. نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في مخدعها، المكان الضيق جدا المخصص لصلاتها، خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد هذا. يبقى صلاتها في مخدعها أفضل من الصلاة في المسجد النبوي اللي هو بألف درجة، بألف درجة.